الشفان في المكتب ديالو فاش وصلوا الخبر ديال الجاسوس الجنرال الفرنسي ديال الجنوب. ما بقاش مأمن ليه، بغى يدير شي واحد بلاصتو، تيفكر يحيدو من بلاصة باشا مراكش المرشح الأساسي لخلافة الباشا التهامي، كان هو محمد بوستة، رجل عنده سمعة حسنة داخل سوق راسو من عائلة معروفة قريبة من المخزن. تهامي ما غاديش يسمح في بلاصتو بهذه السهولة، من بعد هذا العناء كل شي غادي تضرب في الزيرو. الجمعة 16 يناير 1920، محمد بوستة مشى لواحد الفيرما في نواحي مراكش، مدا معاه الخادمة ديالو وجوج ديال الحراس. مع 10 ديال الليل 15 لواحد حاصروا الفيرما، شدوهم وكتفوهم، 4 فيهم طلعوا للدار، نربوا الخدامة ودخلوا لبيت محمد بوستة، ضربوه بـ4 القرطاسات للراس وقتلوه في البلاصة. غد ليه كان الخبر الرئيسي في المغرب هو قتل المرشح الرئيسي محمد بوستة. السلطات الفرنسية غادي تفتح تحقيق عن طريق رجل المخابرات الفرنسي القائد فارس. أول حاجة دارها هي تشريح الجثة باش يجبد القرطاسة كأول دليل، لكن غادي يلقاها تجلات، حتى الشهيد اللي كان شاف الجريمة حتى هو غادي يغبر. الضابط الفرنسي غادي يلقى قرطاسة مازال باقية في الحيط، غادي يعرف بلي هاد البندقية ألمانية الصنع. قليل اللي غادي يمتلكها، منهم رجال الباشا القلاوي. الضابط بدا يقرب يلقى الحل، لكن واحد النهار كان راجع للدار، وقفوا عليه ملتمين، قالوا ليه إلا ما وقفتيش هاد البحث الباشا القلاوي غادي يخلي ولد أخت بوستة يعترف تحت التهديد باللي هو اللي قتل الضحية. لكن المحكمة غادي تلقاه باللي ما داير والو، القلاوي قدر يحافظ على المنصب ديالو وغادي يولي أغنى رجل في المغرب، أغنى حتى من السلطان. سنة 1893 غادي يبتسم ليه الحق، السلطان غادي يدير ظاهر شريف، غادي يدير فيه المدني خليفة ديالو على منطقة الجنوب كاملة، من تلوات وتفيلالت تدغى والمحامي الغزلان. واحد الهدية قيمة عبارة عن جوج مدافع صنع ألماني. تهامي غادي يستغل هاد الهدية وغادي يقمع بها جميع القبائل اللي كانت معارضة. ديجنبر 1902 السلطان عبد العزيز غادي يستدعي الباشا القلاوي وخوه باش يشاركوا في الحرب على بوحمارة، ولكن غادي يفشلوا. السلطان عبد العزيز غادي يتقلق عليهم وما غاديش يبقى يستقبلهم. القلاوي ما عجبوش الحال، غادي يفكر ينتقم من السلطان. سنة 1907 غادي ينجح في قلب النظام ديال عبد العزيز وتنصيب خوه السلطان عبد الحفيظ. سنة 1911 غادي تسوء العلاقة مع السلطان وغادي تم الإقالة ديالو مرة أخرى. 1912 القلاوي غادي يساعد الفرنسيين في القضاء على الثورة ديال حمد الهيبة، هذا الشيء غادي يخلي الفرنسيين يجازيوه بتنصيبه باشا على مدينة مراكش. القلاوي غادي يساعد الفرنسيين في إخماد جميع الثورات اللي كانت تلك الوقت، غادي يستولي على جميع الأراضي ديال ذوك القبائل والمقدرة ديالهم من مال ونساء. القلاوي غادي يولي أغنى رجل في المغرب، أغنى حتى من سلطان المغرب. غادي يستغل هذه الثروة باش يتصاحب مع مسؤولين كبار فرنسا وفي المغرب، سياسيين دبلوماسيين كان تيتهلا فيهم بالكادوات
والهدايا النفيسة. هذا الشيء خلاه يدير شراكات عديدة مع أصحابه الفرنسيين في مجالات كثيرة ديال شركات تصنيع السكر والصابون. هاتاي السيد البحري مناجم الكوبالت والفضة، كما غادي يشد رئيس لشركة أونا وحتى شركة نقل ساتيان. القلاوي غادي يشري ربعة الجرائد المغربية باش يحرك الرأي العام كيف ما بغى. 17 نوفمبر سنة 1927 غادي يموت السلطان يوسف قبل ما يعين ولي العهد. الفرنسيين غادي يلقاوها فرصة باش يعينوا اللي بغاو. غادي يختاروا الأمير الثالث محمد بن يوسف، حيث كان بعيد على أي نشاط سياسي. من بعد غادي تبان في المغرب الحركة الوطنية اللي كانت قريبة للسلطان محمد الخامس. منين كبرت الحركة الوطنية غادي يتلقى به محمد بن الفريج وغادي يطلب منه يدعم جهود الاستقلال ديال المغرب. القلاوي ما غاديش يفهم المغرب مزيان، غادي تصحابو باللي فرنسا غادي تبقى ديما في المغرب. ما فهمش راه المغرب تبدل وقريب يشد الاستقلال ديالو. مناسبة عيد المولد النبوي السلطان محمد الخامس ما غاديش يستقبل الباشا القلاوي كيف ما جرت العادة. محمد الخامس غادي يستقبل حزب الاستقلال، عاد غادي يستقبل القلاوي. القلاوي ما غاديش يقبل هذه القضية وغادي يقول السلطان محمد الخامس انت ما بقيتيش السلطان المغرب. محمد الخامس غادي يجري عليه من القصر وغادي يقول ليه عمرك ما تجي عندي، وغادي يعطي التعليمات ديالو باش الباشا القلاوي ما بقيش يتستقبل في القصر. القلاوي غادي يحقد على السلطان وغادي يحاول يقلب نظام الحكم في المغرب لدرجة غادي يتوق القصر الملكي بالباشاوات وغادي يضغط على فرنسا باش تنفي السلطان محمد الخامس. بالفعل فرنسا غادي تنفي السلطان محمد الخامس وغادي تجي بلاصتو بن عرفة، ولكن الشعب المغربي غادي يرفض وغادي تنوض الثورات وغادي تكون محاولة اغتيال بن عرفة. فرنسا غادي ترضخ للأمر الواقع وغادي ترجع محمد الخامس. القلاوي غادي يمشي عند محمد الخامس لفرنسا وغادي يطلب منه السماحة. بالفعل السلطان محمد الخامس كان كريم معاه وغادي يسمح ليه. سنة 1956 الباشا القلاوي غادي يموت بسرطان المعدة. واخا هادشي كله الباشا القلاوي شخصية تيستاهل أنه يتدرس. غادي نختم القصة بواحد المقولة فرنسية تقول لو قلاوي التيتان غون سينيور The Lord of Atlas أو La Panthère Noire. هذه هي النهاية ديال الباشا القلاوي. كان معكم موسى.